طبعا عزيزتي هبة، بالنسبة إلى الزيارة اليوم، بالنسبة إلى بلينكن وأوستن، طبعا روسيا يعني لم تتفاجأ بهذا الشيء، وهي لم تضيف شيء، يعني هي لم تضيف شيء هذه الزيارة. روسيا تعلم بأن منذ 7 سنوات وأوكرانيا يتم تسليحها، منذ 7 سنوات وأوكرانيا وبالذات المتطرفين الأوكرانيين يتم تدريبهم من قبل بريطانيا ومن قبل أمريكا ومن قبل دول أوروبية أخرى. إذن يعني هذا روسيا لا تهتم لهذه الزيارة، هي لا تشكل بالنسبة إلى روسيا أي منعطف. على العكس، أنا أرى بأن هذا انتصار لروسيا، يعني زيارة الجانب الأمريكي هذا يثبت بأن أمريكا قلقة الآن. عندما روسيا تحرز هذا التقدم الهائل وتستطيع أن تستولي على ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، لا شك بأن هذا يقلق الجانب الأمريكي. لماذا؟ لأن الآن من يقود الحرب هي أمريكا، من تقود الحرب يتبعها بريطانيا التي دائما تكون هي التبع، بالإضافة إلى الدول الأخرى التي بدأت نوعا ما يخفض الصوت العسكري بالنسبة لها وتواجه الأزمات الاقتصادية بشكل واقعي. يعني حتى نحكي بشكل موضوعي، تريد أن تظهر، فقط دعيني أكمل فكرتي ست هبة، دعيني أكمل فكرتي، أنا أتكلم بشكل موضوعي لو سمحتي. هذه الزيارة هي تريد أن تقول لموسكو، نعم أنتم استوليتم أو استطعتم أن تنتصروا، أن تستولوا على ثاني أكبر مدينة في كييف وفي أوكرانيا، ولكن نحن سنتواجد إلى جانب أوكرانيا وسنبقى ندعم أوكرانيا بالأسلحة. طبعا طيب. هذا هو ما تريده أمريكا. لا ننسى بأن خسارة أمريكا وخسارة عفوا أوكرانيا لهذا الحرب هي خسارة لأمريكا، وهذا سيعطي صحيح. وهو بأن هناك سؤالي نظام دكتور عالم جديد يعني ستخرج خارجه أمريكا. عندما تقولين بأن أمريكا تبدو قلقة وهي من تقود المعركة، يعني هل يعقل أن تكون قلقة حقيقة؟ صحيح. إذا ما كانت أمريكا بذاتها وهي من الدول العظمى تقود المعركة أمام روسيا برأيك؟ وروسيا دولة عظمى أيضا طبعا، ولا يقلق أن تقلق روسيا بالمقابل عليها أن تقلق ذلك؟ لأن الرائد، حتى نكون صريحين، بالتأكيد روسيا هي يعني هي الآن تخوض حرب، هي تخوض حرب تقريبا عالمية الآن، يعني هي لا تواجه الجانب الأوكراني، هي تواجه أمريكا، تواجه بريطانيا، تواجه فرنسا، تواجه نصف العالم الآن تقريبا هي من خلال هذا التسلح الهائل الذي يقدم لأوكرانيا. بالتأكيد هذا يقلق، ولكن لماذا تحرك الآن؟ يأتي بلينكن ووزير الدفاع في هذا الوقت، لماذا لم يأتوا سابقا؟ لا شك بأن هذا إشارة إلى روسيا بأن بعد أن حققت هذا النصر الهائل باستيلائها على ماريوبل، وهذا يعني بأن تقريبا روسيا وضعت يدها على 3/4 وأهم المناطق، أهم المناطق البحرية الساحلية، أهم المناطق التي تستطيع أن تربط مناطق أوكرانيا بجزيرة القرم، أهم المناطق التي تستطيع أن تخنق أوكرانيا، وهي السلة الغذائية، يعني تعرف بالسلة الغذائية هذا يعطي مؤشر أوكرانيا.